شكرا سيد الرئيس عن مقاربة تشجيع والنهوض بالسياحة الداخلية نسألكم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزيرة، انتعش قطاع السياحة ببلادنا بفضل السياحة الداخلية، حيث وصلت عدد ليالي المبيت 45% مقارنة مع ما بعد جائحة كورونا التي كانت ب 30%. لذا هذا دليل سيد الوزيرة على أن قطاع السياحة أو السياحة الداخلية هي صمام الأمان ديال السياحة المغربية، وأصبحت السوق الأولى بعد فرنسا التي احتلت هذه المرتبة منذ سنين. لذا حان الوقت أو للحرص على إعداد منتوج في مستوى تطلعات المغاربة من إقامات سياحية أي لي ريزيدونس، وأيضا منتوجات اللي كتمشى وتطلبات وانتظارات ديال المغاربة على الصعيد الوطني. بالتالي إعداد أيضا استراتيجية واضحة المعالم لترويج هذا المنتوج ديال السياحة الداخلية. السيد الوزيرة، أيضا السياحة الجبلية التي تعتبر أيضا منتوج مهم، وأيضا كيستقبل واحد العدد كبير من المغاربة، وإقليم أزيلة لا للحصر نموذجا بفضل المواقع السياحية اللي هي متواجدة بزاوية طحنصال، أيت بوغماز، إيميني فري، وشلالات أزود. وشكرا سيد الوزيرة.